طبعا مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية المتعلقة بالتعطل اللي حصل فجأة في خدمات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من بينها فيسبوك واتساب انستغرام، وأثر على الملايين ملايين المواطنين حول العالم. يعني البعض يعتقد بأنه مصر هي فقط اللي حصل فيها هذا العطل، ولكن في الحقيقة هذا العطل بيواجهه مختلف دول العالم. الأخبار تتحدث بأنه سجلت أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تراجعات حادة، وقالت شركة فيسبوك أن هي بتعمل على حل هذه المشكلة، مشكلة الدخول إلى منصتها بأسرع وقت ممكن. معنا هاتفياً الأستاذ محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات. برحب بك يا فندم. برحب بك يا خلود، أهلاً وسهلاً. يعني البعض يتساءل في الوقت الحالي، هل هي هجمات إلكترونية؟ هل هي مشكلات تقنية؟ هل هو خطأ في الخدمة؟ مشكلة في السيرفرات؟ يعني إحنا عمالين نسمع كلام كتير جداً من هنا ومن هناك، ولكن حتى الآن إحنا مش عارفين سبب العطل ده إيه؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، هو طبعاً بدري جدا ان التكهنات دي تكون حقيقه. يعني سبب العطل ممكن يكون مشكله في البنيه التحتيه الخاصه بشركه فيسبوك، لان بناء عليه برضو انستغرام وواتساب في مشكله في الاستخدام او الوصول ليهم. ممكن تكون مشكله في السيرفرات زي ما حضرتك اتفضلتي، او البنيه التحتيه اللي قائم عليها المنصات دي. ممكن تكون مشكله في مراكز البيانات واتصالها ببعض. يعني في نقدر نقول احتمالات كتير جدا لاسباب انقطاع الخدمه. فكل نكتفي ان فيسبوك طلعت رسميا على تويتر، يعني لحسن الحظ بقى تويتر شغال، يعني طلعت بيان بتقول فعلا انها بتحاول تشوف المشكله في ايه وتصلحها، وانها لاحظت ان يعني المستخدمين مش قادرين يوصلوا لمنصاتها. فاللي عايز اقوله ان انقطاع الخدمه ده بيحصل طبعا حتى في المنصات العملاقه، بيحصل في امازون، بيحصل في فيسبوك زي ما حضرتك شايفين. المهم ان يعني يتم العمل على تدارك العطل وتصليحه في اسرع وقت. وطبعا نقدر واعتقد انه دي مش المره الاولى يا فندم، يعني احنا تقريبا من كذا شهر، في شهر من 3 شهور في شهر 9 تقريبا حصل عطل كمان في انستغرام، وكانت لمده 16 ساعه. ده كان في انستغرام بس، يعني ما كانش في الفيسبوك، كان في الانستغرام. وقبل كده كمان حصل هذا العطل في 2019. ده سببه ايه؟ يعني اللي حصل في السنوات الاخيره هذه الاعطال كان سببها ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان الاعطال دي يعني متعارف عليه في مجال تكنولوجيا المعلومات، ان في اريا عندنا اسمها انسيدنت مانجمنت. يعني من الطبيعي، مش من غير الطبيعي، يعني من الطبيعي ان يحصل حوادث مفاجاه. عشان كده ساعات المنصات دي وغيرها بيحطوا حاجه اسمها التصليح الغير مخطط له، الان بلاند مانجمنت. لان ممكن والسيرفرات شغاله او المنصه شغاله، ده سوفت وير في الاخر، ده عمل بشري، ممكن يحصل فيه خطا. الخطا ده ممكن يسبب عطل، يبقى محتاج فرق مختلفه من البنيه التحتيه، من الشبكات، من المطورين اللي عملوا المنصه، ان هم يدخلوا يشوفوا المشكله فين ويحلوها. فخلينا نقول ان ده شيء طبيعي في اي نظام ممكن يعني يكون موجود على كوكب الارض. صحيح. ولكن طبعا بدأ الناس بيتحدثوا عن انه الخسائر الاقتصاديه كبيره جدا، وانه كمان لسه يعني من البدري ان احنا نتكلم عن حجم الخسائر الاقتصاديه، ولكن وفقا لبعض المعلومات بتقول انه خسائر مارك مؤسس فيسبوك حتى الان تعدت 7 مليار دولار خلال الساعات اللي فاتت. هو يا فندم عشان برضه نكون يعني بنتكلم بدقه، الخسائر دي بتكون خسائر في سعر السهم. في سعر الاسهم. يعني ممكن سعر السهم يرجع تاني ويطلع وكمان يزيد. هي النقطه كلها فين؟ ان الشركات اللي بالحجم ده حضرتك بتعمل حاجه اسمها بزنس امباكت اناليسيس، يعني تاثير الحوادث دي على البزنس نفسه او على الشركه نفسها. وبيكون عندهم سيناريوهات. ولكن يا فندم يعني احنا برضو عايزين نقول انه هو هذه المواقع احنا مش بنعتمد عليها فقط للتواصل، ولكن احنا بنتكلم هنا عن تجاره إلكترونية، بنتكلم عن بيزنس زي ما حضرتك كنت بتقول، احنا بنتكلم عن الملايين والملايين، اقتصاد دول كبيرة بتعتمد على التجارة الإلكترونية. فالخسائر هنا ليس فقط في يعني فيما يتعلق بالتواصل، ولكن احنا بنتكلم عن تجارة عالمية. هو طبعا يعني زي ما حضرتك اتفضلتي، التجارة العالمية أو التجارة الإلكترونية ممكن تتأثر بشكل كبير جدا
بالمنصات اللي فعلا معتمد عليها زي امازون، زي فيسبوك، زي حتى جوجل كمحرك بحث والخدمات الملحقه بيه. فعشان كده بنقول دايما ان مفيش نظام يعني بيدي اتاحه 100%. تمام. يعني في المجال، في مجال تكنولوجيا المعلومات بتعرف عليه ان في اجراءات كثيره بتتاخد، زي ان مثلا السيرفرات او البنيه التحتيه تكون متوزعه على اكثر من قاره او اكثر من بلد او اكثر من مكان، زي ان هو بيتعمل زي كده تجربه التريلينج، يعني زي كده المبنى اللي بيعمل تجربه لو حصل حريق هل الناس اللي فيه هيقدروا يطلعوا من المبنى خلال قد ايه، خلال 10 دقائق، خلال ربع ساعه. ده برضو بيحصل في الانظمه. بس خليني اقول لحضرتك ان مع اتخاذ كل الاجراءات دي برضو ممكن تحصل حاجه unplanned وتسبب اوتج كبير، ممكن يبقى اتاك فعلا حصل. هي فيسبوك قالت ان هو مش اتاك او مش هجمات سيبرانيه، او هي بتستبعد هذا الموضوع. ما هي زي ما بقول لحضرتك، هي ممكن الـ يعني البيانات اللي بتبقى اوليه ما نقدرش ان احنا الصراحه يعني ناخدها كريفرنس، لان لسه بيبقى بدري. وهو شركات بالحجم ده بيبقى لازم ان هو يعمل يطلع يعني بيان يقول ان هو شغال وان هو بيستبعد حاجات معينه، عشان برضه زي ما حضرتك تفضلتي سعر السهم اوريدي ينزل. لو هو حتى ما نفاش ان عنده اتاك او عنده كارثه كبيره، ده ممكن يخلي الشركه فعلا قيمتها لان تقل جدا، لان الشركات دي كلها قيمتها في حجم البيانات والمعلومات اللي فيها. ولو حصل فعلا انه طلع، احنا لسه طبعا مش عارفين لسه ومش عايزين نستبق الاحداث، ولكن احنا بنفترض بعض السيناريوهات. لو بالفعل طلع هجمه سيبرانيه حصلت على انستغرام وفيسبوك وواتساب وما الى ذلك، هي نفس المنصه يعني، ده يعني هيؤثر على الشركه ازاي فيما بعد؟ يعني ده ممكن ياثر ازاي على هذه المنصه؟ خليني اقول لحضرتك ان حصل اوريدي من شهور هجمه على فيسبوك واتسربت بيانات من الموقع، يعني بيانات المستخدمين، وكانت حتى يعني تم تسريبها وكانت متاحه للاستكشاف. دي كارثه يا فندم. بالظبط بالظبط. فاللي بقول لحضرتك ايه؟ ان تاثير الهجمه ممكن يبقى دينار سيرفيس، يعني حجب الخدمه زي ما حضرتك شايفه كده دلوقتي، ممكن يكون ده احد الاسباب. ممكن تسريب بيانات، فده بيبقى حاجه خطيره جدا. ممكن التعديل في بيانات، بدل ما البيان مثلا بحرف الالف يبقى بحرف الباء، فده طبعا يسبب ان البيان ما بيبقاش صحيح. فالتاثير بتاع الهجمه على حسب مدى يعني تاثر الشركه او الكيان بالهجمه دي في ساعتها وبعد كده كمان. يعني ممكن الخدمه ترجع للعمل، يعني في مواقع بترجع للعمل بعد الهجمات، بس بيبقى سمعتها تاثرت، بيبقى خسائرها بقت كثيره جدا. يعني في برضه مواقع مثلا فيها تداول اوراق ماليه، فلما بيحصل عليها اتاك من النوع ده ممكن حد يسرق الاوراق الماليه دي ويحولها مثلا لحساب اخر. يبقى التأثير هنا مالي. طب خليني بقى أسأل حضرتك، واحنا يمكن اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، ولكن خلينا نستغل برضو هذه الفرصة وأسأل حضرتك عن التطبيقات الأكثر أمانا اللي احنا ممكن نستخدمها تحافظ على سرية المحادثات وفي نفس الوقت تحافظ على سرية البيانات والمعلومات، أو يمكن نقول التطبيقات اللي بدأ الناس كمان يتوجهوا إليها في الوقت الحالي، البديل. خليني أقول لحضرتك كمتخصص، أنا ما لا يعني ما اقدرش ان انا اقول ان في تطبيق امن او امن 100% او بيحافظ على الخصوصيه 100%، لان ده كلام من الناحيه الفنيه مش دقيق. لكن خلينا نقول ان في ممكن تطبيقات تكون افضل من تطبيقات اخرى. لكن انا بصراحه يعني كمتخصص ما اقدرش ان انا اقول على تطبيق معين، لان في الاخر كل تطبيق له مزايا وله عيوب. صحيح. في بعض التطبيقات بتستخدم تقنيات اكثر امانا. لكن المجال الرقمي او الفضاء الرقمي ما فيهوش ابدا جزئيه الامن ال 100% او السيفتي الاطمئنان دي مش موجوده في الفضاء الرقمي خالص، عشان برضو نكون ايه يعني واضحين مع الساده المشاهدين. شكرا لك الاستاذ محمود توفيق استشاري امن المعلومات.